في إصابة فهتأثر عليه؟ لا، ما بيأثرش عليهم. مفيش حاجة تأثر عليهم. أنا عارف الجانب المعنوي أو الدعم أو التشجيع، أعتقد هيبقى هو العامل الفارق النهارده مع منتخب مصر. أعتقد إحنا معانا المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني وهو بيحفز لاعبيته عن اللعيبة بتاعته. خلينا نروح نشوف بيقول لهم إيه وبيحفزهم إزاي ونرجع نكمل الكلام. Is one of the best eight teams in the world. I don't want any pressure for the rest, for the next match. The only thing that you must think about is that one match, and you will have the option to play for medals. That's it. It's not nothing the opposite. Don't put nothing in your mind. The only thing that you must think and put here is that you have the option to play for medals. 60 minutes. Nothing. What happened will happen, and that's it. Positive. So, it's like today, I don't want to hear anything about my nervous or afraid. It's time to dream. Till now, it was time to super, and now it's your time to dream. Okay? Mabruk. والله احنا بنحلم معاك. المباراه صعبه جدا يا دينا، ولكن اعتقد الجانب المعنوي ده بيفرق مع اللعيبه المصريين طبعا. يعني في اي لعبه، قدم، يد، اي لعبه، لما المنتخب بيحس ان هو الجمهور مصدق فيه وبيدعمه وحاسس ان هو يعني فيها ايه، اما نحلم ان نوصل مربع ذهبي يعني. بالظبط. وكمان اللي حصل في يوم ماتش سلوفينيا، رغم ان احنا ما كسبناش وتعادلنا 25-25، بس جايين من بعيد قوي. بالظبط. يعني احنا كان الفرق 5 اهداف. صحيح. وبعد كده انك ترجع وكنا على وشك على فكره ان احنا نفوز يعني. بالظبط. بس ترجع للماتش وتتعادل وتقصي يعني منافس عنيد جدا زي سلوفينيا، فدي حاجه ادت معنويات عاليه جدا لمنتخبنا جدا. حتى المدرب في الفيديو اللي احنا عرضناه من شويه بيقول لهم يعني انا مش عايزكم تفكروا في حاجه غير ان احنا ضمن الثمانيه الكبار، ومن حقكم تحلموا ان انتوا دلوقتي توصلوا للمربع الذهبي. لعبوا من غير ضغوط، يعني ده مكانكم يعني. وكمان حق مشروع ان احنا نحلم ان احنا هنخش مربع ذهبي رغم ان احنا هنقابل بطل عالم زي الدنمارك. دينا، بخبرتك من وجهه نظرك كده، المفروض المنتخب الوطني يعمل ايه النهارده؟ يقفل اكتر ولا يبادر بالهجوم، يعمل ايه؟ يعني انا شايفه ان احنا زي ما حضرتك قلت لازم نقفل من الاول من بدري، بحيث ان ما نديش فرصه ان يبقى في اهداف كتير، فبالتالي منتخب الدنمارك منتخبات اللي صعبه جدا ان انت تعوض قدامها. يعني لو حصل مثلا لا قدر الله زي ماتش سلوفينيا وفرقنا فرقوا بخمس اهداف او كده او اكتر، هيبقى الوضع صعب قوي يعني. وكلنا شفنا ماتش كرواتيا بتاع اللي هو الدور الرئيسي اخر ماتش للدنمارك. منتخب كرواتي منتخب قوي جدا، بس صعب الموضوع عليه قوي ان هو يعوض الفارق، فبالتالي خسر بسكور. فانا شايفه ان نقفل من اول ماتش، نعمل حسابنا. لازم اللعيبه كمان برده يعني تنزل ما تبقاش خايفه، ما تبقاش مخضوضه،